مرور عام على الثورة في ليبيا على حكم العقيد معمر القذافي ووقوف البلاد على مفترق طرق لتحديد مصيرها، أتى إعلان تجمع شخصيات من زعماء قبائل الشرق الليبي بإعلان الفيدرالية ليضع مصير وحدة البلاد موضع شك. أصحاب هذا الطرح يعللون أحقيته، بينما يرى آخرون أن هذا الطرح سواء في فحواه أو في اختيار التوقيت إنما يتجاهل استحقاقات المرحلة الانتقالية ويستبق استكمال المجلس التأسيسي والدستور الجديد. من جهة أخرى، عندما يهدد رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل باستعمال القوة لمنع تقسيم ليبيا، إنما يذكي نار الصراعات الداخلية المنتشرة على مساحة ليبيا، وهو لا يملك لا الجيش ولا القوة العسكرية البديلة ليجعل تهديداته واقعا. فالسلطة على الأرض حتى اليوم في أيدي الجماعات المسلحة، ويبقى الأمل في أن الجدل ومحاولات التقسيم التي تشهدها ليبيا اليوم يبقى الأمل في أنها محكوم عليها بالفشل بفضل الالتزام الدولي بحدود ليبيا القائمة ونظام الحكم الجديد فيها، إلا إذا تخلى الضامنون الدوليون عن التزاماتهم. بعد انتصارها على النظام العقيد معمر القذافي، ها هي الثورة الليبية تجني ثمارها، إذ كما توقع الكثير من المراقبين السياسيين لم يكن يمر عام على ثورة 17 من فبراير حتى بات وجود الدولة الليبية في خبر كان تقريبا. فهذا الأسبوع أعلن زعماء قبائل محافظة برقة التي تشمل الشطر الشرقي في ليبيا تأسيس إقليم فيدرالي ومركزه مدينة بنغازي. حصول إقليم برقة الغني بالنفط على حكم ذاتي يعني بناء مؤسسات وهيئات للسلطة خاصة بالأقاليم، والأهم تأسيس شركات نفطية مستقلة عن شركات الدولة الليبية. أما المجلس الانتقالي الليبي فدق ناقوس الخطر محذرا من تقسيم البلاد. المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية ليست لديها القوة الكافية لبسط الأمور الأمنية على الكثير من المواقع الاستراتيجية. أولا، موضوع الكفرة هذا إرث قديم، هناك تقاطعات بين مكونات الكفرة من التبو ومن زوية. الزوية يرون أنهم يتعايشون مع من موجود من التبو، والتبو وهم يرون أنهم قلة في تلك المنطقة يحاولون الاستعانة بإخوانهم من خارج البلاد، والزوية يتمسكون بمعايشة التبو الليبيين فقط ويحاولون الإبعاد الآخرين. هذا موضوع قديم، مورث قديم. لكن المجلس الانتقالي الليبي لا يسيطر في الوقت الراهن على الأوضاع في البلاد، فهو منشغل بالشؤون الدبلوماسية وتوزيع المساعدات الإنسانية، وهذا لوحده غير كاف للحفاظ على الدولة، لا سيما في الوقت الذي أخذت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالانفصال لدى قبائل طرابلس. أما الطوارق في الصحراء الليبية فاختصروا الطريق نحو الانفصال، وبعيدا عن التصريحات فرضوا سيطرتهم على كبريات مدن وقرى الجنوب، وباتوا اليوم يتحدثون عن إقامة دولة الطوارق مع بقية قبائلهم المنتشرة في جمهوريتي النيجر ومالي. إذن يبقى السؤال مطروحا حول هوية المستفيد في ليبيا ما بعد الثورة، كما هو حال السؤال عن بقاء ليبيا كدولة.